السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أبناء الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي. قسم العلماء العناصر إلى ثلاثة أقسام، درسنا أولهم في الدرس الماضي، وفي هذا الدرس سوف نتعرف على القسمين الآخرين. شاهد معي هذا النموذج، إنه مصنوع من البلاستيك، ولكن هل من خصائص البلاستيك توصيل الحرارة؟ وشاهد معي هذا الكيس المملوء بالغاز، هل يمكن لهذا الغاز أن يوصل الكهرباء؟ سوف نتعرف على هذه الخصائص، ولكن بعد الفاصل، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. قسم العلماء العناصر إلى ثلاثة مجموعات كما أخبرناكم سابقا، الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات. في درسنا لهذا اليوم سوف نتعرف على خصائص اللافلزات، ونذكر بعض الأمثلة على اللافلزات، وكذلك على أهمية استخدام أشباه الفلزات في حياتنا اليومية. بداية عزيزتي الطالبة، عندما تدخلين إلى المطبخ لمساعدة والدتك، ألم تلاحظي بأن أواني الطبخ أو أواني الطهي تصنع مقابضها من البلاستيك أو الخشب؟ يا ترى ما هو السبب؟ فعلا أحسنتي، السبب أن هذا البلاستيك هو مادة عازلة يمنع وصول وانتقال الحرارة إلى أيدينا. كذلك أنت ابن الطالب، عزيز الطالب، إذا أخذت جهازا كهربائي وأردت أن توصله بفيش الكهرباء، ألم تلاحظ بأن هذا السلك مغلف بمادة البلاستيك؟ يا ترى ما هو السبب؟ ممتاز، السبب هو أن هذا البلاستيك يمنع وصول التيار الكهربائي إلى أيدينا، يمنع وصول التيار الكهربائي إلى أيدينا. اللافلزات توجد في الجانب الأيمن من الجدول الدوري كما ترون في الشاشة باللون الأخضر. اللافلزات قد تكون صلبة أو سائلة أو غازية. صلبة مثل الكبريت أو اليود، وسائلة مثل البروم، وغازية مثل الأكسجين والكلور. إذن ما هي خصائص اللافلزات؟ ما هي خصائص اللافلزات؟ من خصائص اللافلزات أنها أولا غير قابلة للتشكيل، ثانيا أنها قابلة للكسر، ثالثا ليس لها رنين، ورابعا أن بعضها نشط والآخر خامل. إذن ما هي اللافلزات الخاملة؟ اللافلزات الخاملة توجد في المجموعة الثامنة عشر من الجدول الدوري، مثل الهيليوم والنيتروجين والأرجون وغيرها من الغازات الخاملة. دعونا نتحدث الآن وننتقل إلى أشباه اللافلزات. أشباه اللافلزات هي التي تكون وسط بين الفلز وبين اللافلز، فهي تمتلك بعض خصائص الفلزات وكذلك بعض خصائص اللافلزات. ما هي خصائصها إذن؟ من أبرز خصائص أشباه الفلزات أنها متوسطة في توصيل الحرارة والكهرباء،
فهي ليست جيدة في توصيلها للكهرباء والحرارة. أيضا من خصائصها أنها غير لامعة، غير لامعة، وأيضا بعضها يتفاعل مع الفلزات والبعض الآخر يتفاعل مع اللافلزات. من أمثلة أشباه الفلزات كما تشاهدون السيليكون والجرمانيوم والزرنيخ، هذه بعض أمثلة أشباه الفلزات. مرحبا بكم من جديد. لدينا تساؤلات مهمة في درسنا لهذا اليوم، دعونا نبدأ في هذه التساؤلات. السؤال الأول، تتشابه خصائص أشباه الفلزات مع الفلزات ولا فلزات؟ فسر ذلك. لو تذكرون في درسنا لهذا اليوم تعرفنا بأن أشباه الفلزات لديها بعض الخصائص من الفلزات، ما هي؟ أحسنتم، توصيلها للحرارة والكهرباء، فهي موصل للحرارة والكهرباء ولكن بدرجة أقل. إذن ما هو التشابه بين أشباه الفلزات واللا فلزات؟ تتشابه الأشباه الفلزات مع اللا فلزات في أنها غير قابلة للطرق والسحب. أحسنتم. السؤال الثاني، كيف نستفيد من اللا فلزات وأشباه الفلزات في حياتنا اليومية؟ أشباه الفلزات واللا فلزات لها استخدامات كثيرة جدا في حياتنا. من بعض هذه الاستخدامات، اللا فلزات تستخدم كمادة عازلة كما شاهدنا قبل قليل في السلك المصنوع من البلاستيك الذي يغلف النحاس أو الحديد أو أي فلز آخر، فمن استخداماتها أنها تستخدم كمادة عازلة. أيضا يستخدم الكلور في تعقيم المسابح، دائما إذا أردنا أن نعقم المسابح نستخدم غاز الكلور في تعقيمها. أيضا هناك غاز الأرجون والذي يستخدم في المصابيح، الإضاءة الموجودة في منازلنا في أماكن كثيرة، هذه في كثير منها تكون من غاز الأرجون. أيضا السيليكون وهو مهم جدا، فهو يستخدم في الدارات الكهربائية، وهنرى أنه الأجهزة الكهربائية تحيط بنا من كل مكان، فالسيليكون مهم جدا في الدارات الكهربائية. سؤالنا الأخير، وهو قارن بين استعمال اللافلزات وأشباه الفلزات. أتوقع أن هذا السؤال سهل جدا. كما ذكرنا في الدرس أن أشباه أو أن اللافلزات هي مواد عازلة، فأنا أستخدم اللافلزات في العزل. كذلك من خصائص أو من استخدامات أشباه الفلزات أنها موصلة للتيار للكهرباء وللحرارة، ولكن طبعا بدرجة أقل من الفلزات، فنستخدم أشباه الفلزات في توصيل الحرارة والكهرباء. بذلك أعزائي الطلاب والطالبات نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.